الصباح انا غادا الخدمه مع 7 ديال الصباح كنسمع ولدي كيضرب ليا في الباب. جيت نحل الباب لقيته طايح مغط وغايس بالدمايات. كنقول ليه مالك شكون اللي شكون اللي ضربك؟ تيقول لي ما عرفتش، عاتقيني نمشي للسبيطار عاتقيني، ما عرفتش شكون اللي ضربني. هزيناه السبيطار ديك الساعه ديناه، لحقنا السبيطار ما كاينش شي قسمين، مات ولدي، داروا لي الاكسجين قالوا لنا الله يرحمه. شدوه هذيك الساعه مع 7 8 ونص 9 شدوه. ملي جاو البوليس مشاو شدوه. شكون ما عرفت قال ولدي انا راه زيد في 87 عنده شي 23 مع 30 ماشي درويش، ما هو مخاص ما يضارب ما يتخاصم ما حتى شي حاجه ولدي درويش. وهاد الخبر راه فجعه، راه ما غاديش، راه ما عرفتش كيفاش غادي نتقبل هذيك ملي قالها، ملي رجع ليا ولدي بهذيك الطريقه راني ترفعت ما بقاش عاقله اش كندير. وكنطلب من الله ياخذ فيه الحق، هذا اللي دار ليا الولد هذا الحاج هذا الشيء، وغصبوا فيه غصبوا في شبابه بالموس، ضربوا القلب بالموس، ضربوا القلب بالموس. كنطلب من المخزن ياخذ لي حق ولدي، كنطلب من الله والمخزن ياخذ لي حق ولدي. لا مازال ما مجوش، مجوش باقي صغير، كيدير القبص والصباغه خدام، عنده حرفته في يدي.